أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب الله. ثم أما بعد، فما زال الحديث موصولا بشرح تائية السلوك إلى ملك الملوك لشيخنا الإمام الجعفري رضي الله تعالى عنه وارضاه. وقد وقفنا في الدرس السابق عند قول الشيخ: إذا ما خلوت الدهر، أو إذا ما خلوت اليوم، لا تنس أنه شهيد رقيب لا يغيب بلمحك. وهذا بعد قول الشيخ: فلا تنس من ربى لجسمك في الخفا، وآواك من حر وجو البرودة، تنبه له يا من شغلت بغيره، وأنساك هذا الغير ذكر المعية. إذا ما خلوت اليوم لا تنس أنه شهيد رقيب لا يغيب بلمحة. هذا تذكير من الشيخ بمقام الشهود والمراقبة، بحيث إذا خلى الإنسان يوما لا يعتقد أنه وحده، وإنما الله تعالى رقيب عليه، كما قال: إن الله كان عليكم رقيبا. وهذا هو مقام الإحسان الذي هو ثمرة الإسلام والإيمان، في حديث البخاري ومسلم حين جاء سيدنا جبريل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان، فهو ركن من أركان الدين الإحسان، وكما فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فبيت الشيخ يشير إلى هذا المقام: إذا ما خلوت اليوم لا تنس أنه شهيد رقيب لا يغيب بلمحة. لأنه قال: فلا تنس، قبله: فلا تنس من ربى لجسمك في الحشى أو في الخفا، وآواك من حر وجو البرودة، تنبه له يا من شغلت بغيره، وأنساك هذا الغير ذكر المعية. ثم قال: إذا ما خلوت اليوم لا تنس أنه شهيد رقيب لا يغيب بلمحة سبحانه وتعالى. هذا هو مقام الإحسان، يعني أن الإنسان في إسلامه وفي إيمانه وفي جميع أعماله لابد أن يلحظ هذا المقام، وأن الله تعالى شهيد رقيب عليك. أن تعبد الله كأنك تراه، والعبادة متمثلة في الإسلام والإيمان، فالإسلام من أعمال الجوارح، والإيمان من أعمال القلوب.
والإحسان من أعمال القلوب أيضا، لكنه ثمرة للإسلام والإيمان، لأنه لو لم يلحظ هذا لذهبت أعماله في الرياء والسمعة واختلط عليه الأمر. وممكن واحد يصلي ويصوم ويحج ويزكي ولكن يقع في الرياء والسمعة لأنه غاب عنه الإحسان، وهو مقام المراقبة والمشاهدة، أن تعبد الله كأنك تراه، هذه المشاهدة، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهذا مقام المراقبة. فإذا ما خلوت يوما لا تنس أنه شهيد رقيب لا يغيب عنك في لحظة من اللحظات. والشهيد من أسمائه سبحانه معناه يرجع إلى العلم، لأن الله قال عالم الغيب والشهادة، عالم الغيب والشهادة أي عالم الغيب وعالم الشهادة، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. والرقيب هو بمعنى العليم الحفيظ، العليم الحفيظ، فمن راعى الشيء حتى لم يغفل عنه. لما أقدم عليه سمي رقيبا، يراعي الشيء ولا يغفل عنه، هذا هو الرقيب، الرقيب بمعنى العليم الحفيظ سبحانه وتعالى. فكأن اسم الرقيب يرجع إلى العلم والحفظ سبحانه وتعالى، فهو شهيد رقيب لا يغيب عنك. وذكرنا القصة، قصة المريد النجيب الذي غار منه إخوانه حين كانوا يرون الشيخ يقربه دائما ويهتم به، فعرفهم أنه أعرف بالله منهم. ليه؟ لأنه يراعي مقام الإحسان، فاختبرهم وأعطاهم، أعطى كل واحد منهم طيرا وسكينا، وقال لهم جميعا كل واحد يذبح هذا الطائر في مكان لا يراه فيه أحد. فكل واحد طبعا تخبأ وراء جدار وذبح الطائر، وقد وهو جاء بالطائر حيا، هذا هو الشاهد. قال له لما لم تذبح الطائر؟ قال لأني لم أجد مكانا لا يراني فيه ربي، لأني لم أجد مكانا لا يراني فيه ربي. انظر انظر إلى نجابة هذا المريد وإلى مراقبة قلبه لله تبارك وتعالى، لم يجد مكانا لا يراه فيه المولى تبارك وتعالى. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. ولذلك في القرآن الكريم قبل آية الولاية
ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون، تجد آية المراقبة والمشاهدة، وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزو عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. هذه الآية قبل آية ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، آية المراقبة والمشاهدة قبل آيات الولاية، لأن الولي لا يصل إلى الولاية إلا بتربية هذا المقام في قلبه، مقام المراقبة ومقام المشاهدة، بحيث يستوي عنده السر والعلانية في مخافة المولى تبارك وتعالى. المكان الذي يوجد فيه الخلق كالمكان الذي لا يوجد فيه الخلق، لكن تجد كثيرا من الناس مثلا يحسن العبادة كالصلاة مثلا، يحسنها عند رؤية الناس له، ويهملها في الخلوة حينما يصلي وحده. أين المراقبة وأين المشاهدة؟ لو أنه يراقب الله تعالى لصلى في السر كما يصلي في العلانية، يصلي في الخلوة كما يصلي في الجلوة، لا فرق بينهم. وهذا هو الفارق بين الولي وغيره. واحد لما يقول له ما رأيك في أولياء الله من الجماعة المتنطعين المنكرين، قال لك كلنا أولياء الله، كلنا أولياء الله ما شاء الله، يعني هو يشهد على نفسه أو يشهد لنفسه بأنه ولي، يقول لك قال الله تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. ما يعرفش طبعا إنه فيه ولاية خاصة وولاية عامة. الله ولي الذين آمنوا أي متولي أمرهم يخرجهم من الظلمات إلى النور، لكن هل أنت تحققت بقوله تعالى الذين آمنوا وكانوا يتقون، وما قبلها وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن، مقام المراقبة ومقام المشاهدة؟ هو لو يعلم هذا ما قال هذا، ولكنه الغرور والعجب وعدم اعتراف بالخصوصيات التي اختص الله بها من يشاء من عباده، بدلا من أن يقول قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم، يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم، ولا لا، كلنا أولياء الله. ولو بحثت عنه في خلوته لوجدته يهجم على المعاصي هجوم الأسد على الفريسة، والله أعلم بحاله. الشيخ رضي الله عنه يعني يعلم المريد، يقول له إذا ما خلوت اليوم لا تنس أنهم شهيد رقيب لا يغيب بلمحة. وكأن الشيخ أخذ هذا المعنى من قول الشاعر الصوفي أيضا إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت
ولكن قل علي رقيب. يعني حتى في اللفظ، حتى في لا تقل خلوت، وإنما قل إلا ما يا ربي، إن الله رقيب علي سبحانه وتعالى. إذا ما خلوت اليوم لا تنسى أنه شهيد رقيب لا يغيب من الحد. ولذلك كان بعض العارفين يربي تلاميذه على 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 هذا المعنى أو على هذا الخلق، فكان يأخذهم ويبيتهم في المقابر الجديدة، الفساق الجديدة، يبيت الواحد منهم ليلة أو ليلتين. لماذا؟ ليتذكر هذه الرقدة وأنه سيرجع إلى الله، وأنه لا يستطيع الهروب من هذه الرقدة، فليستعد للقاء الله تبارك وتعالى. يعني إذا دعته نفسه يوما للمعصية تذكر أن الله رقيب عليه وأنه راجع إليه، وأن إلى ربك المنتهى، إن إلى ربك الرجعة. يبقى إذن هنا في حياته يشاهد أن الله رقيب عليه وشهيد عليه، وأنه سوف يرجع إليه، ولا ملجأ من الله إلا إليه سبحانه وتعالى. ثم قال الشيخ: تنفس تجد آثاره ونعيمه على عدد الأنفاس تأتي بسرعة. من ضمن طبعا المشاهدة والمراقبة مراعاة النعم، النعم النعم المتوالية التي لا حصر لها حتى في النفس الذي يتنفسه المؤمن. في النفس لو رأيت من يصاب مثلا بالصدر وهو يتنفس كأنه يتنفس من خرم إبرة، فالنفس الذي تتنفسه نعمة لا تستطيع أن تؤدي شكره. وهذا الكلام قاله السيد أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه حينما أعطى مريده بعض الحلوى، قال له خذ هذه الحلوى، فلم يأخذها المريد، ليش يأخذ؟ قال له لما لا تأخذ الحلوى؟ قال نعمة لا أستطيع شكرها، نعمة لا أستطيع شكرها. فقال له: يا أحمق، في النفس الذي تتنفسه نعمة لا تستطيع شكرها، في النفس الذي تتنفسه نعمة لا تطيق شكرها. انظر لو منع عنك النفس دقيقة أو دقيقتين تقول الروح ايه؟ هتخرج. ولكن من لم يعرف النعم بوجدانها عرفها بفقدانها حينما تفقد. تنفس، تنفس تجد آثاره ونعيمه. هناك أناس لا يتنفسون إلا بالبخاخ لتوسيع الشعب الهوائي، بل هناك أناس يتنفسون عن طريق التنفس الصناعي، بحيث لو رفع عنه الجهاز المنعش للرئتين لمات.
منهم من يضعه ساعتين او ست ساعات او 12 ساعة او 16 ساعة او 24 ساعة. ولو ذهبت الى قسم الصدر في اي مستشفى تجد هذا الكلام. تعرف عاد نعمة ايه؟ النفس الذي تتنفسه، وان في هذا النفس نعمة لا تضيع لا تستطيع شكرها، كما قال العارف بالله السيد ابو الحسن الشاذلي رضي الله عنه. شوف قال انظر الى دقة كلام العارفين بالله. قال له في النفس الذي تتنفسه نعمة لا تطيق شكرها. وهكذا وعلى هذا المنوال عدد النعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لكن يعني هذا أيسر شيء وأهون شيء أنت تغفل عنه. يعني هل فكرت في هذه النعمة؟ هناك أناس لا يستطيعون النوم إلا وهم جالسون بسبب مرض الرب في الرئتين عافانا الله غيره، يعني لا يستطيع أن يضع جنبه على الأرض. لو وضع جنبه على الأرض لا انطبقت الرئتان، يشعر بالاختناق فينام جالسا، يضع مخدات ووسائد وينام وهو جالس. انظر إلى هذه النعمة، فيها نعمة يلفت يعني الشيخ نظرك إليه، تنفس تجد آثاره ونعيمه. فلو أمسك عنك النفس ما استطعت أن تستنشقه أو أن تخرجه. سيدنا علي رضي الله عنه لما سئل كم بين الدنيا والآخرة قال نفس واحد، إن دخل لم يخرج وإن خرج لم يدخل. نفس واحد بين الدنيا والآخرة. وهكذا نعم جليلة يعني، لكن بعض الناس يراها ايه؟ صغيرة. سيدنا علي رضي الله عنه كان اذا خرج من الخلاء مسح بطنه وقال يا لها من نعمة لو يعلم العباد شكرها، يا لها من نعمة لو يعلم العباد شكرها. نعمة جليلة، لكن انت تدخل وتخرج ولم تشعر بشيء. لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خرج قال غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في قوته وأخرج عني أذاه. تعليم لشكر النعمة المغفول عنها، هذه نعمة لكن مغفول عنها. عشان كده سيدنا علي يقول ايه؟ يا لها من نعمة لو يعلم العباد شكرا، لكنهم لا يعلمون. لكن لو زرت قسم المسالك البولية عرفت مقدار هذه النعمة، وأنها نعمة لو سجدت لها إلى أن تنتقل إلى الرصيف الأعلى ما أديت شكرا، لكن على الأقل تستشعر هذه النعمة وتقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تنفس تجد آثاره ونعيمه على عدد الأنفاس تأتي بسرعة.
يعني في كل نفس نعمة. ثم بعدد الأنفاس التي تنفست تنفسها نعم. وهكذا لا تستطيع حصرها، كما قال الله: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، يعني لا تستطيعون حصر النعم التي أنعم الله بها عليكم. إن الإنسان لظلوم كفار. وفي آية النحل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. ليه؟ عشان ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، أي لا انتقم منهم، ولكنه غفور رحيم سبحانه وتعالى. تنفس تجد آثاره ونعيمه على عدد الأنفاس تأتي بسرعته. وقد جمع الله الممات مع الحياة، تموت وتحيا كل يوم وليلة، يعني أن الله تعالى لما أعلمنا بأننا سنموت بعد هذا الإحياء أعطانا مثالا حيا في الدنيا حتى نذكر به الموت، وهو النوم. تنام وهو الموت الأصغر، كما يقول العلماء: النوم هو الموت الأصغر. وقد قال الله تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. فالوفاة هنا بمعنى النوم، أي ينيمكم بالليل. وكما قال: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فالناس قسمان: قسم يموت ولا ترد إليه الروح مرة أخرى، وقسم يموت وترد إليه الروح مرة أخرى. قسمان، وكلاهما وفاة، وكلاهما وفاة. وهذا مثال، مثال حتى يتذكر الإنسان الموت والنشور، وأنه سيحيا مرة أخرى. ولذا كان صلى الله عليه وسلم حين يستيقظ من منامه يقول: الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وفي المساء يقول: وإليه المصير. إذن فالروح يمسكها الله، يمسكها الله في النوم ويردها لصاحبه، وفي الموت يمسكها ولا يرسلها، وإنما تكون في البرزخ، في البرزخ حيث شاء الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال: وقد جمع الله الممات مع الحياة، تموت وتحيا كل يوم وليلة. ثم قال الشيخ: فسبحان من أحياك في البطن مرة، وسبحان من يحييك يوم القيامة. ف
فالشيخ يشير إلى آية غافر: إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. هذا تفسير للآية: سبحان من أحياك في البطن مرة. إذن فهناك إحياءان وإماتتان. فالإحياء الأول في البطن حيث كنت 40 يوما نطفة، ثم علقة مثل ذلك، ثم مضغة مثل ذلك، ثم أرسل الله الملك فأحياك، نفخ فيك الروح. هذه الإحياء الأولى. والإحياء الثانية بعد الموت، بعد أن تولد ثم تموت ثم تحيا يوم القيامة. والإماتة الأولى هي ما قبل نفخ الروح. طبعا على رأي الإمام مالك رضي الله عنه أن الروح تكون بعد 40 يوما، هكذا ذهب الإمام مالك. ولذلك عند الإجهاض قبل 40 جائز، لكن إذا بلغت النطفة 40 يوما لا يجوز. وعند الجمهور بعد 120 يوما تنفخ الروح ويحرم الإجهاض. لكن العلم الحديث رجح قول الإمام مالك، فهناك السونار يعمل بعد 40 يوم فتجد نبض الجنين، نبض الجنين بعد تقريبا 6 أسابيع. بعد 6 أسابيع تجد نبض الجنين على شاشة الكمبيوتر. هذا ما قاله الإمام مالك، قال بعد 40 يوما لا يجوز لأنه أصبح كائنا حيا. سبحان الله. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. إذن فقبل 40 كنت ميتا ثم أحياك، يبقى في إحياء، إماتة في البطن وإحياء. وبعد الخروج إلى الدنيا فيه إماتة بعد الأجل ما ينتهي، ثم الإحياء الثانية يوم القيامة عند نفخ الصور. فسبحان من أحياك في البطن مرة وسبحان من يحييك يوم القيامة. الشيخ أشار إلى الإحيائين. لكن هنا طبعا في النوم واليقظة إشارة إلى الموت والحياة، إلى الموت والحياة. فالذي قدر على أن يقبض روحك وأنت نائم قادر على أن يقبض روحك ولا يردها إليك مرة أخرى. فسبحان من أحياك في البطن مرة وسبحان من يحييك يوم القيامة. ثم قال الشيخ: تبتل تهجد
يا أخي لدى الدجى ورتل كتاب الله في حسن نغمته، وشاهد بأن الله يسمع قارئا يرتل قرآنا حوى كل حكمته. تبتل فهد. ليه ذكر الشيخ هذا الأمر بعد ما ذكرك بنعم الله تعالى؟ يعني أن الله خلقك لعبادته، لا لأن تتنعم بالنعم ثم تغفل عنه، لا، وإنما خلقك وأعطاك نعما لا تعد ولا تحصى ونعمك بها، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، لكن ماذا عليك؟ أن تعبد الله سبحانه وتعالى كما قال عليه الصلاة والسلام تعليلا لكثرة عبادته بالليل حتى تتورم قدمه، قال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. إذن فهذه النعم التي نعمك الله بها لابد أن يظهر أثرها عليك بأن تستغنم قوتك وعمرك ومالك وعلمك في التقرب إلى الله تبارك وتعالى، لأنك سوف تسأل عن هذه النعم، كما في حديث أبي داود: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. هذه نعم، عن عمره فيما أفناه، لأن هذا العمر نعمة. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، يخلق ما يشاء سبحانه وتعالى. يبقى عايز هذه القوة، تحتاج منك إلى شكر واستغنام، تستغنم هذه القوة في الطاعة لأنها نعمة، لأن معنى الشكر أن تصرف جميع النعم التي أنعم الله بها عليك في طاعته. ومن هذه النعم العمر والوقت والقوة، والقوة خاصة القوة التي بين ضعفين لها حساب خاص عند الله. وعن شبابه فيما أبلاه، هناك شباب يلهو ويلعب ويلغو ويسهو، طبعا هو مش دريان بما هو فيه، لا مش واخد باله، فكر ان هو يعني سيبقى هكذا، لا، لكن لو علم انه سيضعف بعد ذلك ما فعل هذا، ما غفل عن الله، لكن لو استغنم هذه القوة ثم صار في الضعف بعد ذلك عاجزا كتب الله له من الأجر مثل ما كان يعمل وهو خالص. لكن شوف الخسارة، فلي العمر فيما لا فائدة فيه. فإذا ضعف العبد وعجز في بيته ماذا يكتب له؟ لا شيء، لا شيء.
أضاع قوته في الشديدة وفي الكبر. يعني إذا كان صاحب فتور وكسل وهو قوي فما بالك إذا فقد القوة، كان أشد فتورا وكسلا وهكذا. وعن ماله، وهو من أعظم النعم، مما اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم، هذه نعم. لكن النعم، هذه النعم الأربعة دي جماع النعم، جماع النعم، ومن ثم كان السؤال موجها إليها. عشان كده الشيخ قال ايه، تبتل تهجد يا أخي تبتدج، ورتل كتاب الله في حزن نعمك. الشيخ رضي الله عنه دايما دايما يركز على ايه، على قيام الليل. ليه؟ لانه من اركان الطريق. وكان الشيخ رضي الله عنه يقول اقل شيء في قيام الليل، اقل شيء ان يصلي ركعتين وان قبل طلوع الفجر، وان يصلي العشاء في جماعه والصبح في جماعه. والشيخ رضي الله عنه كان يتكلم بالكشف هو في الدرس، يقول انا شايف ناس قدامي بتصلي الصبح بعد طلوع الشمس، وهؤلاء يبول الشيطان في آذانهم. خلي بالك البول حقيقي عشان تبقى حاجة، ولا مجاز في الحديث. سيد عبد الوهاب الشعراني رضي الله عنه في لطائف المنن والأخلاق في التحدث بنعمة الله على الإطلاق قال: كنت في زاوية أشرح هذا الحديث. هنا جاء برجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقيل له: يا رسول الله، هذا نام حتى طلعت عليه الشمس. فقال: ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه. فقلت: إن هذا من باب الحقيقة وليس من باب المجال. قال: فتعجب أحد تلامذته واستبعد أن يكون ذلك على سبيل الحقيقة. قال: فاستيقظ بعد طلوع الشمس فوجد الماء يسيل من أذنيه. هكذا قال الشيخ شعراني، وجد الماء يسيل من أذنيه. يعني دي إشارة، طبعا الرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة، يعني الإخبار بالغيب، الإخبار بالغيب. إذن فالذي يصلي بعد طلوع الشمس يبول الشيطان في أذنيه بولا حقيقيا. ولذلك في حديث يعقب الشيطان على قطيعة أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد يضرب على كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد، عليك ليل طويل فارقد. فإذا قام وذكر الله انحلت عقدة، وإذا صلى انحلت عقدة، وإذا توضأ انحلت عقدة، وإذا صلى انحلت عقده كلها، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. ليه خبيث النفس كسلان؟ من بول الشيطان.
ولابد أن يؤثر عليك، لابد. وإذا الشيطان جعل الأذنين كنيفا له، كل ما يزمد يمول في الأذنين. الشيخ رضي الله عنه كان في الدرس دائما يركز على هذا المعنى دائما، ليه؟ فأصبح نشيطا طيب النفس، طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلا. وطبعا يعني وما أشد الوصف بالخصوص، هذا أمر صعب جدا خبيث. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم خبثت نفسي. شوف إزاي؟ ليه؟ كراهة لللفظ، كراهة لللفظ، لكن ذكرها في الحديث استبشاعا لفعل من يصلي بعد طلوع الشمس، وأخرج الصلاة عن وقتها بإصرار، بإصرار، لأنه أولا يسهر سهرا قاتلا وهو شاذ، ويعلم أنه إذا سهر لن يستيقظ، هذه واحد. ثانيا لا نية عنده للقيام، ولو عنده نية للقيام نبه على من حوله أن يوقظوه، ضبط المنبه، وكل واحد معانا في محمول، معاه محمول فيه فعل القيام، لكن هو ينوي أنه لن يقوم. إذن فهناك إصرار على المعصية، لكن لو نوى القيام ونبه وضبط المنبه ولم يسمع، أو ضرب الله على أذنه وأذن من حوله، كتب الله له من الأجر ما نوى. إن كان نوى قيام الليل أو ناوي صلاة الصبح في جماعة، يأخذ الثواب بنص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتب الله له مثل ما كان يعمل، وكان نومه صدقة عليه من الله. ولازم ربك أحسن، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ففرق بين إيه؟ الإصرار على المخالفة والمعصية، وفرق بين نية الطاعة. هو ينوي القيام وينوي الصلاة، ولكن غلبته عينه أو ضرب الله إيه؟ على أذنيه فلم يقم، وعلى أذن من حوله فلم يقوم. إذن هذا أمر وارد. ولا حيلة في دفعه، لا حيلة في دفعه، لأن النوم هذا من فعل الله تبارك وتعالى، يعني لا يستطيع الإنسان أن يرد عنه النوم، لا. فهنا طبعا لابد من النية. وبعدين السيد أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه قال: إذا لم تجد الفقير يواظب على الصلوات الخمس في جماعة فلا تعبأ به. الفقير يعني الصوفي. إذا لم تجد الفقير يواظب على الصلوات الخمس في جماعة فلا تعبأ به، هكذا كانوا يقولون رضي الله عن السيد ابن حسن. فالشيخ رضي الله عنه يركز على هذا الموضوع جدا، لأنه من أركان الطريق ومن أساسيات الطريق. تبتل تهجد يا أخي لدى الزجر، يكفي أن تقوم وأن تصلي ركعتين حتى تكتب في القائمة، لأن أقل صورتين من الصور القصار
بعشر آيات. وحديث الترمذي بيقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام بعشر آيات لن يكتب من الغافلين. وتحوز الغفران كما قال عليه الصلاة والسلام: ركعتان في جوف الليل يكفران الخطايا. ركعتان في جوف الليل يكفران الخطايا، يكفي هذا. ثم إذا صليت الصبح في جماعة تكتب عند الله أنك صليت الليل كله، يعني أنك تكتب من القائمين، وذلك فضل الله سبحانه وتعالى. وحديث: اللهم لا تحسب علينا فتنة ولا تولى علينا غايه ولا تجعلنا من الغافلين، انقذ الله في اي ساعه مش هذا حديث؟ ده حديث نعم موجود في الاذكار في عمل اليوم والليل، يعني لابن السني وغيره والنسائي، هو يعني من قال: اللهم لا تنسنا ذكرك ولا تولنا غيرك ولا تهتك عنا سترك ولا تجعلنا من الغافلين، أيقظه الله أي الليل شاء. وهناك فائدة متواترة كما يقول الشيخ الغماري، إن هو إيه؟ من قرأ خمس آيات من آخر سورة الكهف أيقظه الله أي الليل شاء، من أول: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. هم أربعة، لكن طبعا في طبعا روايات بتعد يعني آية تعدها آيتين، من لفظ الحديث خمس آيات، يعني واحد من من الموقنين. عندنا عادي هنا من أبناء الشيخ قال: أنا وضبت على هذه الآيات. فقال: لما أكثر ما جمش قال ألاقي واحد جاي يمسكني كده من إيدي وروح مجاعدني. شوف طبعا، وكأن هذه الآيات لها قادم يخدمها. قال: أنا من خوفي بطلت أقراها، خايف يعني واحد بيدوم وقاعد وعارف انه مفيش حد نام حواليه، هو لا يرى الصورة، لا يرى صورة الملك، وانما قال اذا ما قمتش قال ايه مسك ايديا كده وراح ايه نقاعد، وبيخاف طبعا فكان. ولذلك المغاربة يتلقون هذه الفائدة بالسند المتصل، الشيخ لومالي يقول هذا بالسند المتصل، يعني إما أن يقول الآية أو يقول الدعوات الواردة في السنة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك خيرا إلا ودلنا عليه صلى الله عليه وسلم، يعني حتى اللي ما عندوش منبه هذا المنبه موجود في القرآن وفي السنة. لكن هي طبعا المشكلة في الكهرباء، يعني جعلت الليل نهارا وساعدت الناس على السهر القاتل، ولكن يا ليت الناس مثلا يسهرون إذا قرب الفجر وصلوا إلى صلاة الصبح. لا، لكن يأتي قبل الفجر وينام، يقول إذا توضأت وصليت صححت وضاع النوم، فيصر على المخالفة، يصر على المخالفة، وهذا خذلان، وهذا خذلان. الشيخ اللقاني قال ايه: وخالق لعبده وما عمل
موفق لمن أراد أن يصل، ومنجز لمن أراد وعده، وخاذل لمن أراد بعده. خلي بالك التوفيق والخذلان. يبقى إذا وفق يبقى أراد الله بك خيرا وأراد بك الوصول. موفق لمن أراد أن يصل، أن يصل إلى مرضاة الله. أما من أراد بعده عن الصراط المستقيم خذله. خلي بالك تذكر هذا، تذكر هذا. خلق للجنة أهلا وبعمل أهل الجنة يعملون، وخلق للنار أهلا وبعمل أهل النار يعملون. خلي بالك تذكر هذا، هذا في العقيدة، في العقيدة الإسلامية. لأن الإنسان لو جهل في العقيدة لضاع، لأنها هي الأساس. والذي يلحظ هذه الأشياء يعني تربي عنده المهابة والمخافة من الله تبارك وتعالى، أن يكون مخذولا وليس موفقا. عشان كده الشيخ قال ايه، تبتل تهجد يا أخي لدى الدجى، ورتل كتاب الله في حسن نغمل. يعني اقرأ في الصلاة او في غير الصلاة. الشيخ رضي الله عنه في رسالة القواعد قال: واعلم يا من احبنا في الله الاكرم، وفقك الله للعمل بما تعلم، لا تجعلن حجاب نفسك ساترا لك عن طهر قدسك، ولا تقوينه بكثرة طعامك وشربك. لأن حجاب النفس، وهي النفس الأمارة بالسوء، لا تريد أن تقوم، ولا تريد أن تتعبد، ولا تريد أن تتقرب. إذا وجدت لهوا ولغوا وسهوا أحسنت ذلك وجرت إليه، وإذا وجدت خيرا هربت منه. ثم يقول الشيخ، احنا ذكرنا هذا الكلام قبل ذلك في حديث الشيخ عن القرآن في التائية أيضا، لأن الشيخ يكرر المعاني كثيرا للتحقيق والتثبيت والتوكيد عليها. يقول: ولقد كان لنا في تلاوة القرآن أجل تمزيق لتلك الحجب، حجب النفس الأمارة بالسوء. يعني أقوى شيء يقطع الحجب دي ويزيلها هو القرآن الكريم طبعا، لأنه أفضل ما يتقرب به المتقربون إليه سبحانه وتعالى. ولقد كان لنا في تلاوة القرآن أجل تمزيق لتلك الحجب، أي حجب النفس الأمارة بالسوء، وأسرع ما يكون في رفع الرتب. طبعا لأنك أنت حينما تقرأ تذكر أن لك بكل حرف 10 حسنات أقل شيء، ثم على حسب الإخلاص تتضاعف الحسنات، تتضاعف الحسنات. طبعا ما فيش حاجة طبعا تجمع حسنات كقراءة القرآن. وأسرع ما يكون في رفع الرتب، فلا تجعلن كلامي هذا منك موضع الإهمال،
يعني إياك أن تسمع منها هنا وتخرج منها هنا، هذا موضع الإهمال، أنه يسمع من أذن ويخرج من الأخرى، ولم يصل الكلام إلى قلبه فلم ينتفع. ولكن تلاوة القرآن تفتح لك الأقفال. شوف كلام الشيخ، قال فما وجدنا أسرع للفتح منه لمريدنا ممن عرفناه عرفا. شوف كلام الشيخ واضح ازاي، فما وجدنا أسرع للفتح لمريدنا، فما وجدنا أسرع للفتح منه لمريدنا ممن عرفناه وعرفنا. ولذلك في مفاتح كنوز السماوات والأرض مولانا الشيخ صالح رضي الله عنه قال، قال وليجعل المريد من القرآن الكريم وردا يحافظ عليه، وليجعله من أهم أوراده. وليجعله إيه؟ من أهم أوراد القرآن الكريم. احنا ذكرنا قبل ذلك ان الشيخ ذكر طبعا السور التي يحافظ عليها المريد، يعني اذا لم يقرأ من القرآن بترتيب او باجزاء فليحافظ على السور التي لها خصائص، كسورة ياسين، سورة الكهف، سورة الدخان، سورة الواقعة، سورة الملك، سورة قل هو الله أحد. إذا لم يعرف أن يقرأ غيرها يعني من القرآن من السور الطوال، فليقرأ قل هو الله أحد كل يوم ولو 50 مرة أو 100 مرة أو 200 مرة. كل ده وارد في الأحاديث أن من قرأها 50 أو 100 أو 200 بنى الله له قصرا أو قصرين في الجنة، حديث صحيح. مدام الشيخ قال فما وجدنا أسرع للفتح منه لمريدنا ممن عرفناه وعرفنا. يبقى إذن الورد القرآني من أهم الأوراد، من أهم الأوراد. ولذلك الشيخ قال إيه؟ طريقي هو القرآن والعلم والتقى، ومدح رسول الله صلى الله عليه وسلم ماح الضلالة عليه الصلاة. لكن تجد إيه؟ كثير جدا من الأخوان في معظم الساحات يركز على المديح وفقط. فتأخذ ركن من 4 وآخر ركن لا، الأركان التي قبله أهم أهم. إذن أنت تجري كما يقول الشيخ الغني، تجري وراء النغم واللحن ولا تعيش مع معنى القصيدة. لما تكلم مرة في الشيخ الغني عن موضوع اللحن والنغمات، تقول مش أي نغمة ولا أي لحن تهتم به، لا، وإنما لابد أن تضبط الكلمات وأن تحافظ على يعني نغم الشيخ، وحتى لا يتقطع منك الكلام وتلحن في الكلام. لا،
يبقى لا تجري وراء النغم. واحد يقول لك انا احب ايه المديح، ما تحبش ايه القران، ما تحبش ايه العلم. يعني مثلا تقعد تمدح تلاقي امه جلست حواليك، لو قلت مثلا هيعمل مجلس قران وتعليم للقراءه الصحيحه تجد افرادا معدوده على الاصابع. تجي في العلم اقل واقل، وهكذا وهكذا. لا يبقى اذن يعني احنا بنصير تبع ايه؟ الهوى، بناخذ ما يعجبنا من الطريق ونترك ما ثقل على النفوس. مع ان الشيخ ابن عطاء الاسكندر رضي الله عنه في الحكم قال ايه؟ اذا عرض لك امران فاختر اثقلهما على النفس فانه لا يثقل عليها الا ما كان حقا. يعني اذا عرض لك امران من الخير، من الخير المديح والعلم، المديح والقران، صلاه الجنازه وعياده المريض، عياده المريض ومجلس العلم، وهكذا. مش عرض لك امران من خير وشر، لا، ما فيش طبعا خيار في الشر، انما هنا ايه؟ عرض لك امران من الخير، فحتى لا تسير على حسب هوى النفس فانظر الاثقل عليك. الاثقل عليك ان تجلس في مجلس العلم او في مجلس المديح، في مجلس القرآن او في مجلس المديح، في مجلس القرآن او في مجلس العلم، وهكذا، حتى لا تسير ايه؟ على الهوى. ثم الشيخ طبعا بينبه قل واعلم ثم اعلم وافتح مسامع قلبك لما سيتلى عليك ان لكل حرف من القرآن نورا وعلما وسرا ولطفا وبرا وخيرا وكشفا ووجدا وقربا ونصحا وحبا وثباتا. ويثاب التالي بكل حرف عشر حسنات. شوف، ويثاب التالي بكل حرف عشر حسنات. يعني هذا هو السر. اي كلام اخر الثواب عليه بالجمله، لكن في القران بالحرف. ولذلك ذكروا عن سيدنا ابي يزيد البسطام رضي الله عنه قال كنت أقرأ بالليل، كنت أقرأ بالليل سورة طه، قال فمر جماعة قال شعرت بهم فرفعت صوتي بآية، قال فلما نمت رأيت سورة طه مكتوبة أمامي وعلى كل حرف عشر حسنات إلا هذه الآية التي رفعت بها صوتي حين مر جماعة. فقلت يعني
لماذا لا أجد ثوابا لهذه الآية؟ فقيل لي: لأنك قرأتها لغير الله تعالى، لأنك قرأتها لغير الله تعالى، يعني قرأت لتسمع قراءتك، رفع بها صوته ليسمعها المار ليقول هذا البيت يقرأ فيه القرآن، ولذلك ضاع الثواب للرياء، ضاع الثواب لأجل الرياء والسمع. لكن شوف ربنا وراه فوق كل حرف 10 حسنات مكتوبة كده على صحيفة ما عدا هذه الآية. ولذلك الشيخ بعدها بيقول ايه: تبتل تهجد يا أخي لدى الدجى، ورتل كتاب الله في حسن نغمتي، وشاهد بأن الله يسمع قارئا يرتل قرآنا حوى كل حكمتك. يعني لاحظ وأنت تقرأ في خلوتك بالليل أن الله يسمعك، كما قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقرأ وتقلبك في الساجدين. يعني لاحظ هذا أن الله تعالى يسمعك، وشاهد بأن الله يسمع قارئا يرتل قرآنا حوى كل حكمة. في حديث البخاري ومسلم: ما أذن الله لنبي أذنه لنبي يقرأ القرآن، وفي رواية الطبراني: ما أذن الله لنبي حسن الصوت أذنه لنبي يسمع القرآن. أذن بمعنى استمع، يعني أن الله تعالى يسمع القارئ سبحانه وتعالى، لأنه السميع البصير سبحانه وتعالى. فهنا طبعا ده مقام المشاهدة، مقام المشاهدة أن تعبد الله كأنك تراه، وشاهد بأن الله يسمع قارئا يرتل قرآنا حوى كل حكمة. لأن الله تعالى قال في شأن القرآن: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ففيه كل شيء، حوى كل الحكم. ثم قال: إذا لم تجد فيه الحلاوة والهدى فأنت جماد بل كمثل الحجارة. طبعا ايه يعني؟ لابد عند تلاوة القرآن ان يستشعر المؤمن حلاوته في قلبه، لابد، لان الله قال: لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. يعني ان الجبل لو نزل عليه القرآن لخشع وتصدع. إذن فالقلب أولى بذلك، كما قال الله: نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. ولذلك الشيخ قال: إذا لم تجد فيه الحلاوة والهدى فأنت جماد بل
كمثل الحجارة، أي لا إحساس لك، يعني أشد قسوة من الإيه؟ من الجماد، كالحجارة، كالحجارة. هذا مقياس يقيس الإنسان به نفسه. يعني إيه؟ الإنسان يقرأ القرآن لا بد أن يستشعر حلاوته في قلبه عند قراءته أو عند الاستماع إليه، لكن في بعض الناس تجي تقول له مثلا استمع للقرآن تلقى فر منك، طب شغل له أغنية كده طب ما فيش حاجة تاني كمان، زدنا أسمعنا، شوف إذا ده في قلبه مرض، مرض الهوى، مرض الهوى، وهذا جماد بل كمثل الحجارة. ما دام لم يقبل القرآن ولم يلن قلبه للقرآن فهو كالحجارة، إذا لم تجد فيه الحلاوة والهدى، يعني لابد من ذوق الحلاوة، وهذا أمر وجداني يجده المؤمن في قلبه، والهدى بمعنى أنه يقرأ ويعمل، يقرأ ويعمل. إذا لم تجد فيه الحلاوة والهدى فأنت جماد بل كمثل الحجارة. إذا لابد من التفتيش، من التفتيش على القلب ووزنه بكلام الشيخ، هل تحقق فيه كلام الشيخ أو لا؟ لابد. ولذلك خلي بالك كل ما الإنسان يبعد عن العلم كل ما يبعد عن الطريق، خلي بالك، ويضعف في أوراده، في حضور الحضرة، في محبته، في كل شيء، في كل شأن من الشؤون يضعف، يضعف حتى يتلاشى من الطريق. ولذلك الشيخ رضي الله عنه كان دائما يوصي تلاميذه وأولاده بملازمة العلم، ولازم العلم واجلس في مجالسه، لا تشتغل بحطام المال والنعم، لا تشتغل بحطام المال والنعم. ده لو واحد مشغول بالتجارة كمان، فما بالك بالمشغول بالكلام والقيل والقال والذهاب والمجيء، لا هو في الدنيا ولا هو في الآخرة، اللي هو السبهلل اللي قال عليه سيدنا عمر رضي الله عنه: إني لأكره الرجل السبهلل. قالوا: وما السبهلل يا أمير المؤمنين؟ قال: الذي لا عمل له لا في الدنيا ولا في الآخرة. وأنا أشهد أن أكثر أوقاتنا تضيع سبهللا، لا في الدنيا ولا في الآخرة. النائم أفضل منا، لأن النائم ساكت عن الشر وسالم منه، أما نحن المستيقظين ففي لغو ولهو وسهو، وأكثر أوقاتنا تراق على التراب، وهي أغلى ما نملكه وأنفس ما نمتلكه، الزمن والوقت. فالصوفية رضي الله عنهم يعدون الأنفاس،
يعدون الأمثال، لا تمر عليهم لحظة من اللحظات إلا بإفادة أو استفادة. لابد كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحيانا واحد مثلا يظن أنه لما حمل الشهادة أنه يعرف كل شيء، الشيطان يقول له لماذا تجلس في مجلس العلم أنت تعرف كل شيء؟ لا، من قال أنت تعرف كل شيء؟ لو اعتبرناك لعرفت جهلك. يعني لو سئلت في العلم في كبار مسائل العلم وليس في دقائقها وصغارها، في أمور أنت تحتاج إليها في كل لحظة، لوجدت نفسك لا تعرفها. اختبر نفسك، هو يظن ما دام حمل الشهادة فهو يعرف كل شيء. لا، يعني الصحابة رضي الله عنهم كانوا يشدون الرحال لطلب حديث واحد، لطلب حديث واحد، وهو صحابي يعني سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم وحضر مجالسه، ولكن يسمع عن حديث واحد لم يبلغه ولم يعرفه، يركض شهرا كاملا حتى يسمع الحديث من أخيه الذي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا. لكن احنا طبعا لسنا هكذا، يعني كل واحد طبعا تعلم وامسك الشهادة ظن نفسه انه يعرف كل شيء، ومن ظن انه قد علم فقد جهل، لان المؤمن مأمور بطلب العلم من المهدي إلى اللحد، مأمور بهذا. والله تعالى لم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يستزيد من شيء من الدنيا إلا من العلم، وقل ربي زدني علما. ثم إن حياة العلم مذاكرة، يعني حتى لو أنت تعلم المسألة لكن ببعدك عن مذاكرتها تنساها، لأن لكل شيء آفة، وآفة العلم النسيان. فإذا لم تتذكر هذا العلم وتتدارسه فسوف يضيع منك وتصبح بعد ذلك جاهلا. لو احتجت لمسألة من العلم لا تجدها عندك، تضطر أن تسأل عنها، ويكفيك شرفا أنك تجلس في مجلس العلم. تحبك الملائكة وتنزل عليك الرحمة، وتغشاك تنزل عليك السكينة وتغشاك الرحمة، ويذكرك الله في من عندك، يكفيك هذا. ثم التواضع لله تبارك وتعالى، حتى ولو كان الذي يدرس العلم أدنى درجة منك أو أقل علما منك، فالحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها فهو أحق بها. ثم قال الشيخ ثلاثة أبيات لنفع الروح بالقرآن. قال: تذكر لروح فيك جاءت من العلا
وينعشها القرآن عند تلاوته. إليك أتت بالقهر لا برضائها، وجاءت بإذن الله رب الخليقة. فلا تهملن الروح يا أيها الذي توالى عن الأذكار في دار غفلته. تذكر لروح فيك جاءت من العلا كما قال ابن سينا، هبطت إليك من المقام الأرفع. الروح، لأن الله تعالى خلق الأرواح وخاطبها، ألست بربكم؟ قالوا بلى. فهذه الروح جاءت إليك من العلا، وينعشها القرآن عند تلاوته. ليه؟ لأنها تتذكر منازل القرب، منازل القرب عند الله تبارك وتعالى. فينعشها القرآن حينما تتلوه أو تسمعه وتنتفع به، وينعشها القرآن عند التلاوة. يعني أن تلاوة القرآن بمنزلة شحن البطارية، بمنزلة إيه؟ شحن البطارية، بطارية القلب بالأنوار والأسرار، وإزالة الحجب التي تحجب الإنسان عن الله تعالى. إليك أتت بالقهر لا برضائها، طبعا جاءت بأمره سبحانه وتعالى، ولولا أمره ما قبلت هذا الجسد الطيني، وكأنها محبوسة فيه. ولولا أمر الله ما قبلت البقاء في هذا الجسد. إليك أتت بالقهر لا برضائها، وجاءت بإذن الله رب الخليقة سبحانه وتعالى. يعني لولا إذن الله لها ما جاءت إليك. فلا تهملن الروح يا أيها الذي توانى عن الأذكار في دار غفلته. لأن التواني عن الأذكار إبعاد للروح عن الله تبارك وتعالى. استمع إلى قوله صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت، كمثل الحي والميت. إذن فالروح الذاكرة حية، والروح المهملة الغافلة ميتة. والسبب دار الدنيا، دار الغفلة هي التي تشغل الإنسان عن الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يذكرنا إذا نسينا، وأن ينبهنا إذا غفلنا، وأن ينفعنا بالقرآن العظيم، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، أن يرزقنا علما وعملا، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.